جديد من فيديوهات كنز فنون الكروشيه، والنهارده مع بعض هنعمل ازاي نعمل مشايه. هي سهله جدا وبسيطه، وزي ما انتم شايفين كده شكلها جميل وروعه، وفي الفرش كمان هي انيقه جدا. انا استعملت فيها خيط الشعر، واستعملت برضو فيها خيط صوف، تمام. وانا برضو عملت بيها في الوسط وحده المربع اللي جواها ورده اللي كان في الفيديو اللي فات، تمام. خيط الشعر اللي انا استعملته دوت ده خيط اريزه، لان خيط اريزه بيبقى فيه درجات حلوه كتير، وبتبقى شكلها حلو كمان في الشغل، والشعر بتاعه بيبقى فيه لمعه جميله، انا عن نفسي بحبها قوي. كمان عايزه اقول ان الخيط ده مميز عن الخيط اللي هو بيتباع بالكيلو، لان الخيط ده فيه لمعه زي ما قلت قبل كده. وحاجه كمان ان الشعر بتاعه مش بيطير بسهوله، كمان لما بتتغسل حتى لو استعملتي الخيط ده طبعا في اللبس وكل حاجه، بتيجي تغسليه بيفضل زي ما هو بالظبط، نفس اللمعه اللي فيه ونفس سماكه الخيط بتاعته، وبيفضل زي ما هو، بيفضل جودته زي ما هي. عن الخيط اللي هو رمش العين اللي بيتباع بالكيلو ده مش حلو خالص، بعد ما ايه ما تستعمليه على طول تلاقيه باظ من قبل ما يتغسل اساسا، تمام. بتلاقي اللمعه بتاعته انطفت ومش حلو. ولكن لو انت حابه ان انت تستعملي طعم في مشايه ارض زي ما انا عامله، او العتبه دي زي ما انا زي النموذج بتاع النهارده كده، لو حابه ان انت تستعملي فيها الخيط اللي هو رمش العين اللي بيتباع بالكيلو مفيش مشكله، على اساس ان هي ايه عتبه، مش حاجه هتتلبس، يعني انت حره يعني. ولكن انا عن نفسي بحب الخيط ده قوي، وبحب درجاته، ومش بلاقي درجاته في طبعا في الخيط اللي هي في خيط رمش العين اللي بيتباع بالكيلو، تمام. انا استعملت هنا المشايه دي مقاسها 70 × 60، واستعملت هنا الخيط رمش العين من اللون اللي هو الروز دوت، استعملت منه شالتين، ومن الشعر الابيض برضو شالتين برضو، تمام. طبعا بتختاري اي خيط صوف عندك، بس طبعا بتختارين نفس سماكه الخيط، يعني بتختاريه وسط شويه عشان يمشي بنفس سماكه الخيط ابو شعر، تمام. برضو بتحطي لون الفضي في الاخر خالص، سطر في الاخر فضي كده، هو خيط شعر. يعني بصي تداخل الالوان انت حره فيه، يعني استعمليه زي ما انت عايزه. ولو انت برضو مش عايزه تدخلي عدد السطور دي كلها من خيط الشعر اللي هو الروز، بحيث توفري شويه في الخيط وتحطي اكتر شويه من خيط الصوف، زي ما انت حابه، تمام. ولكن الفكره كلها ان انا هديها لك ازاي تشبكي الوحدتين بتوع المربع، وبعديها ازاي هتشتغلي الشغل، ان هي دي تعتبر غرزه الجراني، فسهل جدا وبسيطه جدا، ما فيهاش اي صعوبه. تعالي بقى مع بعض نشوفه انا اشتغلت ازاي. اللي عايزه اقوله لكم كمان قبل ما ابدا شغل، ان انا طبعا بطنتها بالجلد، تمام، زي ما انا متعوده احب ابطنها، عشان خاطر برضو لما تبقى مفروشه على الارض تبقى ثابته على الارض وتبقى كويسه، تمام، وبرضو تديها رونق قوي بدل ما هتبقى خفيفه. والمتر دوت عامل 15 جنيه اهو، وهو خفيف زي ما انتم شايفين كده. وكنت اتكلمت عليه قبل كده في فيديو اللي فات اللي هو بتاع مشاية كرة البونبون، وقلت لك ان هو عادي خالص بيمشي على المكنه. عايزه تخيطيه كمان على ايدك مفيش مشكله، لو انت خدتها سراجه خفيفه خالص على داير ما يدور حوالين المشايه كده هتبقى حلوه برده، تمام تمام. تعالوا بقى ايه نشوف هنشتغل ازاي. انا هنا اهو وحده المربع اللي جواها الورده دي عندي، وانا هنا اشتغلت واحده تانيه كمان، بس اشتغلت دور واحد بس بالشكل ده كده عشان خاطر اعرف اشبكها في الوحده التانيه. انتي هنا بتربطي الخيط بتاعك وبترتفعي 3 سلاسل، او لو انت لسه مشبكه الخيط بتاعك عشان تنتقلي للنص بتاع الصدفه بتاعتي دي، ان انت بتمشي فوق تاني عمود وتالت عمود غرزه منزلقه لحد ما بتوصلي للنص وبترتفعي برضو 3 سلاسل. هاخد لفه
اشتغل عمود بلفه، اخد لفه اشتغل عمود بلفه، تمام. يبقى انا كده ارتفعت 3 سلاسل واتنين عمود بلفه. هجيب المربع بتاعي واجيب ظهره بالشكل ده كده، تمام، وهدخل بالصدفه اللي في المربع بتاعي، تمام. تاني المربع اهو، هجيب ظهره واشتغل من هنا، تمام كده. بخلي الخيط بتاعي يمين الابره، وهسحب وهقفلها بغرزه حشو، تمام. هاخد لفه وهدخل تاني واكمل بقيه الصدفه بتاعتي. واحد عمود بلفه، اتنين، تلاته. يبقى انا كده اشتغلت 3 عمود بلفه، تمام كده. هاجي تاني في الفراغ اللي كان عندي في المربع اللي فات ده، تمام كده، واشتغل غرزة. هاخد لفة تاني وهنزل في الفراغ اللي عندي هنا، واشتغل 1 2 3، تمام. هرجع تاني في الفراغ اللي فوق واعمل غرزة، هاخد لفة وهنزل في الفراغ اللي هنا تاني واشتغل 3 عمود بلفة. هاجي في الفراغ اللي بعديه واشتغل غرزة، هاخد لفة، تمام، وهنزل اشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3. هاجي انا هنا في الصدفة اللي عندي واثبتها تاني بغرزة، وهاخد لفة واكمل بقية الصدفة 3 عمود بلفة. تلاتة، تمام كده، شايفين تشبكي تاني، تمام. عشان اكمل بقية المربع والف، طبعا هشتغل سلسلة في الفراغ 3 عمود بلفة بالشكل ده. سلسلة ثلاثة عمود بلفة، سلسلة، وصلت للصدفة. ادي 1 2 3، 2 سلسلة، ادي 1 عمود بلفة، 2 3 سلسلة، اوكي 3 عمود بلفة، سلسلة، سلسلة. بعد 3 عمود بلفة وصلنا للصدفة، هنشتغل 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود، سلسلة. الفراغ اللي بعديه 3 عمود بلفة، سلسلة، 3 عمود بلفة، سلسلة، تمام. احنا خلاص هنا وصلنا للبداية بتاعتنا، تمام، اللي هي كانت ارتفعنا بال3 سلاسل. هعد 1 2 3 واطلع اقفلها، واطلع اقفلها بغرزة منزلقة. تمام كده، بالشكل ده كده. خلاص قصيت الخيط اهو اهوت،
هبدأ بقى أشتغل السطر اللي بعدي. هبدأ السطر ده بخيط الشعر، هدخل في الصدفة بالشكل ده، اربط الخيط. انا اشتغلت هنا بابره كبيره، تمام، اشتغلتها برقم 4 عشان خاطر عايزاها ايه تدي معايا مقاس اكبر والخيط بتاعي يبقى منفوش اكتر، تمام. حتى اشتغلت الورده بتاعتي بنفس الطريقه بابره كبيره علشان كده. هسحب الخيط واشتغل 1 2 3، وهشتغل عادي خالص نفس الطريقه. دفعت التلات سلاسل وهشتغل 2 عمود بلفة، تمام، علشان ايه؟ عشان التلات سلاسل دول بمثابة عمود. بعد كده 1 2 3 سلسلة، بعد كده 3 عمود بلفة بالشكل ده، هاخد سلسلة وهشتغل في كل فراغ 3 عمود بلفة. خد الخيط معاكي اللي هو كان بتاع البداية، 1 2 3 سلسلة، سلسلة، في كل فراغ 3 عمود بلفة. ادي كده 1 2 3 سلسلة، تمام كده. احنا هنا وصلنا مع تشبيك المربعين، تمام. هشتغل وسط الصدفة، تمام، اللي هو الركن بتاع المربع، تمام. هشتغل في النص كده عمود لفه، تمام، وهرجع تاني اشتغل بين تشبيكتين المربع عمود تاني لفه، تمام. العمود الثالث هاخد لفه على الابره، وفي نفس المكان اللي احنا اشتغلنا فيه في المربع اللي فات بين او في وسط الصدفه اللي عندي يعني، تمام كده. هشتغل كده عمود بلفه كمان، تمام، سلسلة، هشتغل في الفراغ اللي بعديه 3 عمود بلفة سلسلة، ادي 1 2 3 سلسلة في الفراغ اللي بعديه، 1 2 3 سلسلة. وصلنا للركن بتاع المربع، هشتغل 1 2 3، يبقى كده 3 عمود بلفة 2 سلسلة، بعد كده 1 2 3 سلسلة، وفي الفراغ اللي بعديه برضو 3 عمود بلفة، 2 كده 3. صدقيني، بصي، انت لو حبيتي الخيط هتحسي ان هو الاخر بيحبك، يعني هتلاقيه سهل جدا معاكي. بصي، شايفة الغرز اهي، تمام. ما تركزيش ان ده خيط شعر وانك هتغلطي، انك لو فكرت انك هتغلطي هتغلطي، لكن تخيلي ان الخيط ده خيط عادي جدا، وان انت كانك شايفه بالظبط السطور، هتلاقي الموضوع سهل جدا. يعني تخيلي خلاص ده خيط، وتروحي شغاله كده عدد، خلاص 1 2 3، هتلاقي بصي الموضوع معاكي جدا سهل خالص وبسيط خالص. يعني انا ببقى بثق كده في الشغل
بحس ان انا ايه شايفه الغرز باينه يعني، فاهمه قصدي؟ بسيطه وسهله. تمام، ده الخيط اللي هو بتاع الزياده، واشتغلته جواه، لو قصيته مفيش مشكله. تمام كده. فهو في ناس كتير بتستصعب الخيط ده، بس الخيط ده بصراحه جميل جدا 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 في الشغل، بستسهله قوي لانه يعني حباه بصراحه، بيدي في سواء في الهدوم او في اللبس او في المشايات كده، بيدي شياكه غير طبيعيه بصراحه، بيدي اناقه رهيبه. ادي كده واحد اتنين تلاته، اتنين سلسله، اكمل بقيتها. وادي كده واحد اتنين تلاته سلسله، في الفراغ اللي بعديه ادي كده واحد اتنين. حتى لو انت سرحتي او سبتي الشغل عدي. بصي ادي كده عمود اهو، ادي كده التاني. تمام، يعني مفيش اي مشكلة. ادي كده تلاتة، تمام، ادي سلسلة، ادي كده واحد اتنين تلاتة، ادي كده سلسلة، الفراغ اللي بعديه ادي كده واحد اتنين تلاتة، عمود بلفة سلسلة. وصلنا عند تشبيكة المربعين زي ما اتفقنا، بدخل هنا في الوسط، اعمل غرزة عمود بلفة. تمام، وبين التشبيكتين بتاعت المربعين هنا غرزة عمود بلفة. ماشي، العمود التالت في نفس المكان بشتغل غرزة عمود بلفة سلسلة. شوفين شكلها. تمام كده، وبعد كده واحد اتنين تلاتة غرزة سلسلة، وبعد كده واحد اتنين تلاتة غرزة سلسلة. تمام، يبقى في كل فراغ هتشتغلي ثلاثة عمود بلفة غرزة سلسلة لحد ما بتوصلي للركب. بتشتغلي نفس الطريقة، ثلاثة عمود بلفة، اتنين سلسلة، ثلاثة عمود بلفة. العمدان باينة. تمام كده، واحد اتنين كده، واحد اتنين تلاتة غرزة سلسلة. وصلنا للفراغ اللي بعديه بتلاتة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة غرزة سلسلة. الفراغ اللي بعديه واحد اتنين تلاتة غرزة سلسلة. خلاص انا وصلت لنهاية السطر عشان اقفله. ادي كده اتنين، غرزة سلسلة. تمام، بالراحة خالص هتفردي السطر بتاعك كده، وهتدوري على الثلاث سلاسل بتوعك. ماشي، صدقيني انتي لو حسستي انهم هتحسي بالثلاث سلاسل باينين، يعني واحد اهي، ادي كده سلسلة، ادي كده اتنين اهي، ادي كده التالتة. فاهمة قصدي؟ هدخلها تاني. تمام، شبكنا بغرزة منزلقة، قفلنا السطر بتاعنا بغرزة منزلقة. شايفين؟ عايزة انتي بتشتغلي تستعملي الماركة بتاعتك، اي ماركة عندك سواء دواليس او ماركة زي دي، اي حاجة متاحة عندك. تمام، بحيث ان انت تعلمي بيها بداية ونهاية السطر من هنا في الوسط كده، ان انت تركبيها مفيش مشكلة. تمام،
بحيث تبقي معلمه بيها ايه بدايه سطرك فين. عايزه تركبي الماركه بتاعتك في كل الارقام بس صدقي وانت بتشتغلي هتلاقيها بسيطه جدا وسهله جدا، مش محتاجه ايه ان انت تتعلميها تمام. ولكن زي ما قلت لك لو انت برضو حاسه انك هتتلخبطي بان انت تعلمي البدايه بتاعتك فين في بالماركه بتاعتك في الوسط بتاعنا تمام. بس صدق في الشغل هتلاقي نفسك ايه وانت بتقفلي كده الحته دي عاليه وباينه ان هي دي البدايه تمام. هنا قفلنا خلاص، ده العمود الثاني وده العمود الثالث تمام. بالراحه هتخشي فيها كده تمام، وهتسحبيها وتقفلي بمنزلقه ثاني عشان تنتقلي للوسط هنا تمام. وزي قبل كده ما اتكلمت في فيديو الشال الكحلي اللي هو ابو شعر، بان انت تاخدي بالك كويس جدا ان انت تكوني شغاله في وسط العمود عشان خاطر الشعر والنهايش، اللي تكوني دخلتي الابره في فراغ الشعر بحيث بعد كده ايه الشغل ما يفكش منك تمام. هرتفع بواحد اتنين تلاته، هاخد لفه وهتكرري نفس الطريقه ان انت تشتغلي تلاته بعد التلات سلاسل طبعا، اتنين عمود اتنين سلسله تلاته ثلاثة عمود لفة ماشي. او الوسط بتاعي اهوت سلسلة، وبتدوري في الفراغ برضو بيبقى باين تمام، وبتشتغلي ثلاثة عمود لفة بالشكل ده كده سلسلة، وتخشي في الفراغ اللي بعديه وبتشتغلي ثلاثة عمود لفة سلسلة، والفراغ اللي بعديه تمام أو باينة ثلاثة عمود لفة سلسلة، الفراغ اللي بعديه ثلاثة عمود لفة سلسلة تمام. احنا هنا فاكرين ما عملنا عمود هنا في الوسط وعمود ما بين المربعين وعمود تاني في الوسط هيتدارى تمام، فاهمة؟ خلاص ابني فوقيه عادي جدا مفيش مشكلة تمام. تلاتة عمود لفة سلسلة، في الفراغ اللي بعديه ثلاثة عمود بلفة سلسلة تمام. انا هنا عندي اخر فراغ خلاص في الضلع ده او في الجنب ده تمام. واحد اثنين سلسلة، جينا نقول الركنة بتاعتي هنشتغل كام؟ أيوة تلاتة عمود بلفة اتنين سلسلة تلاتة عمود بلفة كده كام؟ ادي واحد اتنين، فاضل عمود كمان سلسلة، وادي كده واحد اتنين تلاتة سلسلة، الفراغ اللي بعدي واحد اتنين تلاتة سلسلة تمام. شايفين؟ هكمل تاني واحد اثنين ثلاثة سلسلة، واحد اثنين ثلاثة، وبشتغل ما تنسوش في كل فراغ
طبعا انا عارفاكم ان انتوا شاطرين، وعارفين ان انتوا غرزة الجرام طبعا متدربين عليها وسهله يعني. انا عشان كده يعني حبيت اعمل لكم مشاب بغرزه سهله وبطريقه سهله، لان زي ما قلت لكم انا عارفه ان في بنات كتير مستصعبين شغل الخيط بتاع رمش العين. ثلاثة غرزة سلسلة. أنا خلاص في الجنب الرابع أهو، الرابع لا التالت معلش عفوا، بس هوريكوا حاجة. طيب بصوا أنا هنا شوفوا دي البداية بتاعتي، عشان كده بقولك حبة اتعلميها حبة. لو حاسة إنك اتلخبطتي مش حبة، بصوا بتبقى ظاهرة ازاي. السطر بتاعك بيبقى طول يعني طول الوقت ان هو صغير، والجنب بتاع البدايه بيفضل عالي. حتى لو اشتغلتي كميه سطور كتيره برضه هتلاقي ان البدايه باينه وظاهره عندك. بس انت لو حابه ان انت تعلميها بالماركه تمام بالشكل ده كده يعني، خلاص علميها. بالشكل ده كده لو حابة ان انت تعلميها علميها، بحيث تبقي عارفة فين البداية بتاعتك وايه وفين النهاية. هتفضلي بقى تكملي بنفس الطريقة دي لحد السطور اللي انت حباها بخيط الشعر تمام. يعني مش هقولك قد ايه، بس انا بتاعتي المشاية بتاعتي الموديل بتاعي اشتغلت 7 سطور من خيط الشعر تمام. انت بقى ايه، وطبعا خد مني شالتين في ال7 سطور دول. بس لو انت حابة ان انت ما تدخليش الكمية ديت، وحابة ان انت تدخلي اقل، اشتغلي اقل بحيث تكملي بالباقي صوف، ماشي خد صوف اللي هو العادي تمام كده. هكمل بقيه الشغل وهرجع لكم تاني. خلاص انا خلصت عدد السطور بتاعتي لخيط الشعر تمام، وانا زي ما قلت لك اشتغلت 7 سطور. انت اشتغلي عدد السطور اللي انت حباها، بعد كده هبدا اشتغل وادخل الخيط العادي بتاعي اللي هو خيط الصوف العادي تمام. السلسلة عشان ادخله جوه الشغل بتاعي ويتنضف، ادخل بالشكل ده. هرتفع 1 2 3. الخيط ده طبعا رفيع، وبرده فضلت مستعمله نفس رقم الابره بتاعتي اللي هو رقم 4، علشان خاطر عايزه يديني احساس شويه بالغرز انها واسعه او كبيره شويه تمام. ادي 1 2 3 بتوعي، 1 2 ادي 1 2 ثلاثة. ادي السلسلة انا حبيت اوريكي ازاي هتدخلي تاني الخيط وتكملي بيه اللي هو في الصوف عادي خالص. هتكملي بيه عادي مفيش اي مشكلة تمام، بنفس برضو الطريقة بتاعتنا، ان في كل فراغ بتشتغلي 3 عمود بلفة سلسلة، 3 عمود بلفة. ادي كده 1 2 ثلاثة، وادي السلسلة الفراغ اللي بعديه، ادي كده 1 2 ادي كده 3 سلسلة الفراغ اللي بعديه، ادي كده 1 2 3 سلسلة الفراغ اللي بعديه، 1 2 3 سلسلة. زي ما قلت لك المشاية دي سهلة جدا وبسيطة على فكرة، ممكن ما تاخدش منك يوم لو اشتغلتيها في يوم من اوله كده، هتخلص معاكي او على حسب فضايانك يعني. انا قصدي انها مش هتاخد وقت خالص معاكي تمام، ان هي سهلة.
ثلاثة سلسلة، هاخد لفة، واحد اثنين ثلاثة سلسلة، شايفين الشكل الكفرة اللي بعديه، واحد اثنين ثلاثة سلسلة، بدي كده واحد اثنين ثلاثة سلسلة في الفراغ اللي بعديه، بتفضلي تكرري في كل فراغ، بتشتغلي ثلاثة عمود بلفة سلسلة، ثلاثة عمود بلفة في الفراغ اللي بعديه، تمام، لحد ما بتوصلي لحد الركن بتاعك، وبتشتغلي ثلاثة عمود بلفة اثنين سلسلة ثلاثة عمود بلفة. انا هو خلاص وصلت للركن، ادي كده واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين، ادي كده اثنين سلسلة، واشتغل ادي كده واحد اثنين ثلاثة سلسلة في الفراغ اللي بعديه. طبعا ناخد بالنا ان احنا ما نفوتش فراغ في من غير ما نشتغل فيه، تمام تمام اشتغل من السلسلة خلاص في الفراغ اللي عليه الدور، واحد اثنين ثلاثة سلسلة، واحد اثنين ثلاثة، يبقى في كل فراغ ثلاثة غرزة عمود بلفة، واحدة سلسلة عشان انتقل للفراغ اللي بعديه، وبعد كده ثلاثة عمود بلفة، سلسلة فراغ الأخير اللي في السطر ده، اتنين تلاتة، بعد كده واحد اتنين تلاتة، بعد كده واحد اتنين، وفي نفس الفراغ تلاتة عمود تلاتة، واحد اتنين سلسلة، واحد اثنين ثلاثة هي سهلة خالص وبسيطة ومش هتاخد معاكي وقت، لكن ان انتي بتشتغلي في كل فراغ بسرعة ومش صعبة يعني، عشان كده بقولك هتبقى خفيف عليك الطريقة دي بخيط الشعر وبسيطة، يعني انت مجرد ان انت بتشتغلي في الفراغات فقط، تمام، ولو حسيتي نفسك ان انت بتشتغلي بخيط الشعر سبتيه مثلا ورجعتي، بتحسسي بصبعك بالراحة وبتعدي كم عمود انت اشتغلتيه، هيبقى باين معاكي، تمام. العمود اهو باين، اتنين اهو شايفاه، وادي التالت وفي، فهتلاقيه باين معاكي في الشغل كده، واحد اتنين تلاتة سلسلة، واحد اتنين
لك في الفراغ اللي هعزله، اتنين تلاتة، زي ما قلتلك حتى لو شغالة بخيط شعر غامق، لو انتي اشتغلتي خلي خلفية الشغل بتاعتك فاتحة. كمان زي ما قلتلك انسي ان هو خيط شعر واشتغلي وخليكي وانتي بتعدي وتخيلي ان هو خيط عادي، هتلاقي نفسك شايفة الغرز بتاعتك كويسة جدا وباينة. لا قدر الله حبيتي تفكي من خيط الشعر اللي حسيتي بيه غلطة، بتجيبي ابرة رفيعة ومقاسها صغير، مقاس اتنين، وهتلاقي دايما اللخفانة دي في لخفانة الشعر. افتحي كده وفرعي هتلاقي في اتنين كده ولا حاجة ماسكين على الشعر بالعرض، والراحة بالابرة شديها كده بسن الابرة، والراحة كده بالابرة شديها والراحة كده سلكي، هتلاقي على طول فكت معاكي على طول، مش هتلاقيه يعني صعب خالص، مفيش داعي خالص انك تقطعيه. خسارة الخيط السنة دي بصراحة نازل أسعاره عالية جامدة، بالذات خيط رمش العين ده، فخسارة ان انتي تفكيه. يعني ركزي وانتي بتشتغلي وهو مش صعب، ولو زي ما قلتلك ولو حسيتي ان هو في سطر غلطتي فيه بالراحة خالص بإبرة صغيرة يكون مقاسها اتنين كده، وسليكي على طول هيتفك معاكي ان شاء الله. يعني تمام، انا عملت السلسلة هنا، ايوه ماشي مظبوط، هنا ثلاثة عمود سلسلة، الركن اللي بعديه خلاص واحد اتنين. بصوا انا ببقى حاسة واخدة بالي دايما ان ده الركن، تمام، لو هتتلخبطي حطي ماركات في الاربع الارقام بتوعك، تمام، بحيث تكوني مميزاهم ومعلماهم علشان خاطر ما تنسيش وتغلطي وتشتغلي تلاتة بس فيهم، تمام. تلاتة عمود اتنين سلسلة، خلاص تلاتة عمود بلفة كمان، تمام، عشان ما تنسيش وتشتغلي بس فيهم ايه تلاتة عمود بالشكل ده السلسلة. خلاص انا وصلت للجنب الاخير، خلاص عندي واحد اتنين تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة سلسلة في الفراغ اللي على طول بعديه، أساسا غرزة الجراني دي من الغرز الجميلة جدا والسهلة والبسيطة، يعني ما بتحتاجش تركيز قد كده معاكي، ان يعني انتي على طول في كل فراغ بتخشي في فراغ فيه وبتشتغلي على طول التلاتة عمود، تمام. يبقى كده عمود، ادي كده اتنين تلاتة سلسلة، دي واحد اتنين تلاتة سلسلة، ادي كده واحد اتنين تلاتة سلسلة، ادي كده واحد اتنين تلاتة سلسلة. الفراغ اللي بعديه على طول، واحد اتنين تلاتة سلسلة، تمام. السطر بتاعي بصي باين اهو، شايفين، هاجي كده بالراحة، واحد اتنين وادي التالتة، واروح مقفلها بغرزة منزلقة عشان اتقل من النص، بدخل في العمود اللي عليه الدور واعمل غرزة منزلقة اللي بعدها غرزة منزلقة لحد ما برتفع، وهرتفع اتنين تلاتة، وبتبداي سطرك عادي جدا زي ما احنا متعودين، بترتفع بتاعت سلاسل اتنين عمود بلفة اتنين سلسلة، ادي كده واحد، ادي كده اتنين، وبعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة، وفي الفراغ اللي بعديه على طول ادي كده واحد اتنين
ثلاثة. هو ده شكلها، بتفضلي تكملي بالطريقة ديت السطور اللي انتي حباها برضو. انا اشتغلت بخيط الصوف 5 سطور بس، عفوا 4 سطور بس، وفي زي ما قلتلك في خيط الشعر اشتغلت 6 وهنا 4. تمام، زي ما قلتلك دخلي عدد السطور اللي انتي حباها، بس انا حبيت اوريكي فكرة ازاي بتكملي بخيط الصوف من بعد خيط الشعر. تمام، نفس الفكرة برضو بتكملي عادي لما تيجي تكرري وتكملي بخيط الشعر، بان انتي برضو بتربطي الخيط وبتوصليه من اول هنا، وبتكملي عادي خالص شغلك بنفس الطريقة، ان انتي بترتفعي بثلاث سلاسل، 2 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة. تمام، لان احنا قلنا 2 عمود لان هنا الثلاث سلاسل بمثابة العمود بلفة، وبتكمل وسلسلة طبعا، وبتكملي في كل فراغ 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة. وهو ده بيبقى شكلها، وهي بسيطة جدا زي ما قلت، مش هتاخد معاكي وقت. وأول ما بتوصلي للسطر الأخير، سواء انت بقى بتنهيها بنفس اللون اللي انت بخيط الشعر انت كملتيه، يعني زي هنا كده بالظبط، تمام. انا هنا بعد ما اشتغلت خيط الصوف دخلت خيط ابيض ماشي معاها، وفي الاخر دخلت السطر الاخير بخيط شعر يكون نفس لون خيط الصوف. تمام، اشتغلت سطر واحد بنفس غرزة الجراني، وفي الاخر خدت عليها بغرزة حشو في النهاية خالص برضو بخيط الشعر. تمام، يعني هي بسيطة خالص، والنهاية بتاعتها زي ما قلتلك عشان تقفلي الغرز بتاعتك هتشتغلي فوق كل غرزة من عندك، فوق التلات عمود، فوق السلسلة اللي ما بينهم غرزة حشو عشان خاطر تقفلي المشاية بتاعتك. تمام، يا رب تكون سهلة والمعلومة تكون وصلت لكم، ويكون عجبتكم برضو فكرة النهاردة المشاية بتاعتي، ويكون ألوانها عجبتكم. ولو في أي سؤال أو في أي حاجة علقولي تحت الفيديو، وبشكركم والسلام عليكم.